من 18.5 إلى 23.57%، ارتفع العجز في مشروع الموازنة للعام 2023، ما يعني حاجة حكومية كبيرة لتأمين إيرادات إضافية لتسديد جميع حاجات القطاع العام والوزارات، منطلق لكثيرين تسويقا لفكرة دولارة الموازنة، ما يعني بشكل مبسط أن يتضمن مشروعها أرقام الإيرادات والنفقات بالدولار بدلا من الليرة اللبنانية، وما يشرع بشكل أسرع جباية الرسوم والضرائب بالدولار بدل الليرة، ما من شأنه أن يخفف من الضغط على سوق الصرف وبالتالي ضبطه. يطرح أصحاب هذه النظرية فكرتهم انطلاقاً من معرفة تامة أن لا معوقاً قانونياً في النص على الأقل يمنع دولارة الموازنة، وتؤكد مصادر قانونية للأوتيفي أن الموازنة العامة يفترض بالمبدأ أن تكون بالعملة الوطنية تعبيراً عن السيادة الوطنية، ولكن من الناحية الدستورية فالدستور لم يتطرق إلى هذا الأمر، في حين ينص قانون النقد والتسليف على أن عملة التداول هي الليرة، وبالتالي من المفترض من حيث المبدأ أن تتعامل الدولة اللبنانية بالعملة الوطنية. ووسط هذا التعارض تشير المصادر عينها إلى أن وظيفة قانون الموازنة محصورة بتحديد الإيرادات والنفقات خلال العام المقبل للدولة، وهو عبارة عن صق تشريعي يجيز للحكومة الإنفاق وتحصيل الإيرادات، وبالتالي يفضل استخدام العملة الوطنية في تحديد أرقام الموازنة العامة للدولة لعدم تحميل قانون الموازنة أي نصوص تخرج عن وظيفتها. وبالتالي إذا تمثل الحل الأنسب بدولرة الموازنة، فتقترح المصادر القانونية الذهاب إلى إقرار تشريع يجيز ذلك. ليبقى على المجلس الدستوري الفصل بدستوريته ومدى تعارضه مع المبادئ الدستورية العامة بحال ورد أي طعن به. لكن ما هو الموقف الاقتصادي من طرح دولرة الموازنة؟ الشيء بيذكرني بشركة سوليدير، لأنه شركة سوليدير وضعت يدها على قلب عاصمة بيروت. ماذا يريدون؟ أن يحولوا هلأني كل الدولة اللبنانية إلى سوليدير جديدة، يعني إلى شركة خاصة تستطيع أن تستوفي فواتير بالعملة التي تشاء. نحن دولة لبنانية ذات سيادة، السيادة تتمثل وتتجسد بالعملة المحلية، بوجود عملة محلية. من دون عملة محلية والتداول بها والتعامل بها لا سيادة لأي بلد. ويؤكد يشوعي أن موازنة العام 2023 تحمل أرقاماً خيالية، وللمفارقة فإن مشروع موازنة العام 2024 من المفترض أن تستند إليها، كما أكد أن الحل ليس بدولرة الموازنة بل بتأمين الإيرادات من خلال وقف استنزاف مداخيل الدولة عبر مرافقها العامة وبإدارة القطاع العام بذهنية القطاع الخاص. أي موازنة تستند إلى الموازنة التي سبقتنا، يعني نحن مضطرين عندما نتكلم عن 2024 كموازنة أن نستعرض موازنة 2023. لغاية الآن هذه الموازنة لا تزال موازنة نظرية، لم تناقش في مجلس النواب ولم تقر من قبل مجلس النواب ولم تصدر بقانون، و أرقام نظرية، لأنها خصوصا بوالداتها تستند إلى استحداث ضرائب غالبية الناس ما سامعين فيها ولم تطبق بعد. هذه الأرقام هي أرقام بحث نظرية، العجز سيكون أعلى بكثير. دولة في عندها شركات استثمارية يجب أن تدار بذهنية القطاع الخاص لصالح القطاع العام، في قصة الجباية، في مسألة السياسة الضريبية العادلة، في أيضا الإنفاق ذات الطابع الاستثماري بالموازنة. ما هيدي من البديهيات؟ والجمارك بدها تنتفع، والحدود بدها تنضبط. وبعيدا عن صوابية الطرح وواقعيته من عدمهما، يبقى الأساس أن كل تأخر عن اتخاذ القرارات الصائبة وتطبيق الإصلاحات في كل مجالات القطاع العام سيعني مزيدا من التعقيد وصعوبة أمام أي حل مستقبلي.